كما سمعتم يعني هناك من يقول بأنه ربما أن هذا القرار ربما أنه يكون مفيدا للتجار وأصحاب المحال، وأنهم بحاجة إلى وقت أطول نهارا، وبالتالي يمكن أن يعود عليهم بالفائدة. ويعني إحنا شايفين الوضع الاقتصادي في البلد، يعني على أساس أنه الشغل مقطع بعضهم، هو يعني كان نهار طويل، ولا يبدو أن ليلنا الاقتصادي هو الأطول في واقع الأمر. ثم من قال بأنه يعني هل فعلا الحكومة عندما اتخذت مثل هذا القرار، هو اسمه توقيت صيفي، أن تبدأ به في شهر شباط، شباط الخباط كما يعني يقولون في تراثنا وفي مأسوراتنا حول الأوضاع الجوية، نحن في شهر أو في أشهر الشتاء، وأن تطيل وقت النهار، وأن يكون الموضوع في أطفال بدهم يطلعوا للمدارس، وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مجمل حياتنا؟ على أي حال، هل الموضوع فقط له أبعاد اقتصادية، وما هي الجدوى الاقتصادية الفعلية لهذا القرار؟ نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ حسام عايش، الخبير الاقتصادي. أستاذ حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. هل هناك أبعاد اقتصادية للقرار الذي اتخذته الحكومة وبتقديم العمل بالتوقيت الصيفي أم ماذا؟ هو يفترض أن الأبعاد الاقتصادية هي التي فرضت أو دفعت نحو التفكير بالتوقيت الصيفي، وكان التوفير بالطاقة هو الهدف الأساس للتحول نحو التوقيت الصيفي، اللي بدأ يعني مع مطلع القرن الماضي، واستثمر بشكل كبير خلال الحرب العالمية الأولى، وبعدها الدول بدأت تجرب بهذا التوقيت، كل حسب وضعه يعني توقيته إلى آخره. وكان الهدف باستمرار هو التوفير في الطاقة عن طريق الاستخدام الأكبر لأشعة الشمس، خصوصا في يعني بداية أو مع مطلع فصل الربيع، واستمرارا حتى بداية الخريف. لا أستاذ حسام، مزيد من التوضيح، كيف يعني توفير الطاقة؟ توفير الطاقة لمن؟ للحكومة؟ يعني توفير الطاقة على الدولة، بمعنى أنه الطاقة الكهربائية تحتاج إلى أحيانا يعني سواء كان نفط أو غيره، فكان يتم الاستعاضة عن ساعة الطاقة من اليوم من خلال يعني الاستعانة بضوء الشمس بشكل أكبر، الأمر الذي يوفر في ذلك. وكان الهدف خاصة خلال الحرب العالمية الأولى ليس فقط توفير الطاقة الكهربائية، وإنما حتى توفير الطاقة اللي كانت تولدها الشمع وإلى آخره، بمعنى أن الهدف هو التوفير بأشكال مختلفة من الطاقة، وبما يسمح باستخدام أطول ل طيب ضمن أوضاعنا فعليا، ضمن أوضاعنا فعليا الآن، ربما أن الموضوع سياقات تاريخية كما ذكرت في الحروب العالمية الأولى وإلى آخر ذلك، لكن أن ضمن أوضاعنا الحالية، هل تعتقد أن مثل هذه القرارات يعني يمكن أن تعمل على زيادة الحركة التجارية أو أن توفر الطاقة على الحكومة أو إلى آخره؟ يعني لو جينا نناقش موضوع الطاقة، الحقيقة أن فائض في الطاقة الكهربائية أو في الاستطاعة التوليدية للطاقة الكهربائية، نحن نتحدث عن حوالي ما يقارب 2000 ميجاوات من الاستطاعة التوليدية المتوفرة الإضافية، وهذا بل بالعكس، نحن نحاول أن نصدر هذه الطاقة الإضافية المتوفرة لدينا. هذا من جهة. من جهة ثانية، كل عمليات التوفير التي نتحدث عنها هي يعني ربما 10 مليون 15 20 مليون دينار أو أعلى قليلا أقل قليلا، بمعنى أنها ليست جوهرية من أجل اتخاذ قرار تعديل التوقيت. وأيضا حتى لو تحدثنا بلغة الأرقام، يعني عندما نتحدث عن استهلاك يومي من الطاقة الكهربائية، بنحكي عن 3200 جيجا وات في الظروف العادية، وبفرض أننا نوفر 1%، فمعنى ذلك
على مدار 8 شهور التي سيكون فيها التوقيت لهذا العام، فإن كل التوفير حوالي 7600 جيجا واط، وإذا قسمتها على يعني 3000 جيجا واط في اليوم، يعني أن كل التوفير سيكون بحدود يومين إلى يومين ونصف من الطاقة الكهربائية أو من استهلاك الطاقة الكهربائية، وهو يعني لا يحدث فرقا على مستوى التوفير. لكن مع ذلك هذا لا يلغي أن هناك فوائد اقتصادية خاصة بالسياحة، بالرياضة، بالمطاعم، في المقاهي، في يعني الحركة التجارية المختلفة، لكن ذلك أيضا مرهون بقدرة الناس على الإنفاق. يعني ليس المهم أن تطيل أمد اليوم الشرائي أو السياحي أو الترفيهي، ولكن أيضا يفترض أن يكون لدى الناس من الدخل ما يكفي للإنفاق بالشكل الذي يؤثر في الحركة الاقتصادية والتجارية. نعم. والحقيقة في ظروف الناس بعد كورونا وحتى قبلها، فإن الدخل تراجع أو مصادره توقفت بالنسبة لكثيرين، ناهيك أن كثيرين ممن خرجوا من أعمالهم لم يعودوا إليها، وبالتالي فإن الفائدة من تمديد ساعات النهار بساعة إضافية يصبح يعني وكأنه بلا مردود من الناحية الاقتصادية والتجارية بشكل يؤثر فعلا على الحركة، على الناتج من هذه الحركة التي قامت بها الحكومة. نعم الأستاذ حسام عايش الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا يا سيدي.